فيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من بصمات الله في الخليقة. حلقة اليوم رح نحكي عن البصمة مثل عنوان البرنامج. والبصمة هي علامة مميزة جدا لا تشابه أي علامة أخرى. والبصمة بنستعملها عن الأشياء المحسوسة والأشياء المعنوية. فمثلا عنا بصمة الإبهام يلي هي شيء محسوس. أما بالأشياء المعنوية فعندما ننظر إلى لوحة معينة أو نسمع موسيقى معينة بنقدر نقول بصمات الفنان فلان واضحة عليها، أي هو أسلوبه المميز بالعمل تبعه. وكمان عندنا البصمة الوراثية وهي العلامات الوراثية للإنسان. أول من اكتشف وجود البصمة على الأصابع هو كان العالم الإيطالي مارسيلو مالبيجي عام 1665. بعده بعام 1788 لاحظ عالم التشريح الألماني جوهان ماير أنه البصمة مميزة لكل إنسان ولا تشابه لا تتشابه من إنسان لإنسان. بس في عام 1877 إجا الطبيب الاسكتلندي يلي هو هنري فولدز يلي ابتكر طباعة البصمة على الورق باستعمال الحبر الأسود. وهنري فولدز كان إنسان مؤمن وهو كان مرسل كطبيب في الهند ثم في اليابان. ومثل ما منعلق دائما بحلقاتنا أنه أغلب الاكتشافات اللي حصلت بالعالم اكتشفوها ناس مؤمنين، لأنه كتير الفكر السائد أنه المؤمنين يمكن منهم أذكياء مثل بقية العلماء، بس هذا الفكر خطأ. والاكتشافات العظيمة والكانوا بايونير بالاكتشافات العلمية والطبية كانوا ناس مؤمنين. طبعا بعدين اكتشفوا انه البصمة استعملت في الحضارات القديمة جدا، يعني شغلة غريبة جدا انه وجدوا البصمات مستعملة على الألواح الطينية في الحضارة البابلية، حتى انه البابليين استعملوا البصمة على الختوم بدل التوقيع. كمان اكتشفت البصمة على حوائط المقابر في مصر، اكتشفت في الحضارات اليونانية والحضارات الصينية. واليوم رح نتوسع بموضوع البصمة من الناحية الروحية والناحية الجسدية. معي اليوم بالحلقة الأخ مازن مثل العادة، ومعي ضيف عزيز جدا جدا على قلوبنا الأخ مفدي موسى. أهلا وسهلا فيك أخ مفدي. أهلا. الأخ مفدي هو خادم ومرنم للرب، ونحن يعني بيشرفنا أنه هو يكون معنا بالحلقة. رح نبدأ حلقتنا اليوم مع الأخ مازن مثل العادة، إذا بيعطينا فكرة صغيرة عن البصمة، وبعدين رح نصلي قبل ما نبدأ بالأمور الروحية ونكمل برنامجنا بالتفاصيل. نعم، شكرا أخت لما، وأهلا وسهلا في ضيوفنا الأحباء في كل أنحاء العالم على في حلقة جديدة من بصمات الله في الخليقة. وحلقتنا هذا اليوم ستكون حلقة منوعة فيها أمور علمية وأمور أخرى روحية، وسنتعرف على أمور عديدة وجميلة وممتعة من خليقة الله. طبعا أخونا المحبوب الأخ مفدي موسى نرحب فيه في هذه الحلقة، خادم الرب في لسنين عديدة في السودان ومصر والولايات المتحدة وأستراليا، ويشرفنا أن يكون حاضر معنا ونتمتع في هذه الحلقة أيضا بأنه نسمع بعض الترانيم اللي أنت عملتها لأجل مجد الرب يسوع المسيح. شكرا. فنشكر الرب على حضورك معنا. طبعا مثل ما قالت الأخت لما، حابين أنه ناخذكم في جولة ولو سريعة عن موضوع البصمات. وممكن ناس كثيرين بيسألوا، هل البصمات الموجودة في أيدي الناس، هل هذه البصمات عند الولادة بتخلق؟ إمتى بالضبط بتصير البصمات في يد الإنسان؟ وأيضا هل هذه البصمات موجودة بالفعل في كائنات أخرى، أم إن الإنسان هو الوحيد اللي بيتمتع بهذه الصفة؟ ممكن نشوف بالصورة الأولى أخونا المحبوب المخرج بيشوفنا أن وبينما الجنين في بطن الأم وبالضبط بعد 5.5 أشهر بنشوف أحبائنا في الصورة الأولى هذا الطفل الجنين هو في بطن الأم، وبالضبط بعد 24 أسبوع
من الحمل تبدأ تظهر في الصورة اللي بعدها، بنشوف أن البصمات تبدأ بالظهور في أصابع اليد، وهذا هو الحقيقة شيء علمي وممتع وشيء رائع، بيبين على أن الله لديه بصمة حقيقية. بنشوف هذه الأخاديد الرقيقة تبدأ في الظهور في بصمات الجنين وهو في بطن الأم بعد 5 أشهر ونص. أيضا بنقدر ننتقل ونشوف أنه هذا الموضوع أحبائنا لم يظهر طبعا من فترة قريبة، بيدل أيضا على الحضارات القديمة كما ذكرت الأخت لما. بنشوف في هذه المسلات القديمة في الحضارة البابلية وأيضا الحضارة السومرية وأيضا في الحضارة الفرعونية في الصورة بعدها بنشوف مسلات طينية، وكانت تستخدم البصمات في هذاك الزمن البعيد لأجل المعاملات التجارية، كأن تكون للبيع والشراء وتصديق الأمور، فكانت موجودة في الحضارات القديمة. هذا بيدلنا أيضا في هذه الصورة بتبين أنه في الصين أيضا في الحضارة الصينية قبل 220 سنة من مجيء ربنا يسوع المسيح قبل الميلاد كانت تستخدم. على النطاق الواسع بنشوف بهذه الصورة أعضاء من الجيش البريطاني عندما احتلوا الهند، وكان في أعداد مهولة من الناس، ملايين الملايين من الناس الأميين وما بيعرفوا يقروا ويكتبوا. فعند الاجتماع بين الضباط أقروا في منتصف القرن 19 أنه يستعملوا بصمة الأصابع على نطاق واسع لأجل تسجيل الناس وأمور البيع والشراء والمعاملات، ابتدأت في الهند بمنتصف القرن 19. لكن بنروح بالصورة اللي بعدها ونشوف أن في ناس مرموقين في الحكومة البريطانية مثل فرانسيس جيلتون وآخرين، يعني هم اقترحوا أنه تستخدم البصمات لأجل كشف الجرائم والتحري ومنع الاعتداءات. وبالفعل أنه في بداية 1901 و1902 و1903 ابتدأ باستخدامها في أقسام الشرطة في بريطانيا وأيضا في الولايات المتحدة، وتم الحقيقة التأكد 100% من جرائم حدثت لولا بصمة الأصابع كان بقت هذه الجرائم غير معروفة على الإطلاق. لكن ننتقل في الصورة اللي بعدها وهو صار علم، لأنه كل الخطوط اللي موجودة في أصابع الناس تم درسها وتحليلها، والآن موجودة في أقسام التحري في كل دول العالم. بنشوف الصورة اللي بعدها كل أنواع الخطوط اللي موجودة في أصابع الناس معروفة ومسجلة، ويتم التعرف والتداول بينها بين دول كثيرة في العالم. لكن راح نروح إلى الصورة أيضا اللي بعدها، بنشوف أنه هذه أصبحت علم في التشريح، وحتى في أطباء كثيرين يعني بيستخدموها، وحتى في عصابات بتحاول أنه تتخبى وراها وتغيرها. لكن نشكر الرب أنه الرب أيضا أعطى بصمات في عيون الناس، فكل إنسان عينه تختلف عن الآخر، فأيضا حتى صوت الإنسان طبعا في سجلات في كل شرطة العالم عن كل الناس، وبيحطوا صور الناس وجوههم مع بصماتهم. لكن نشوف الصورة اللي بعدها، هذه من الأمور الجميلة اللي ممكن نجاوب على السؤال. ممكن الناس بيقولوا هل بصمات الأصابع هي فقط للناس للإنسان، أم هناك كائنات أخرى على الأرض لديها بصمات؟ هذه حادثة حدثت في مدينة ليون الفرنسية سنة 1920، والحادثة بتقول أنه صارت سرقات كثيرة في بيوت وقصور، وكانت المسروقات عبارة عن مزيج من أمور غالية الثمن مع أمور تافهة وبسيطة،
والمحققين ما قدروا يعرفوا مين اللي كان بيسرق. فعندما اجتمعوا بعد فترة لاحظوا بأن البصمات صغيرة الحجم، وواحد من المحققين يعني اعتقد أنه ممكن يكون اللي دا يسرق هو عبارة عن قرد، وبالفعل راح إلى السيرك وانتبه عندما أخذ بصمات القرود الموجودة في السيرك أن واحد من هذه القرود كان البصمات مشابهة للأمور اللي مسروقة. وعندما أخذ الشاب اللي كان بيدرب القرد كشفت الجريمة، الشاب كان بيدرب هالقرد اللي في السيرك يوديه على القصور والبيوت، والقرد بيدخل إلى القصر وأي حاجة بيشوفها بيأخذها، ما بيعرف إن كان ساعة غالية الثمن أو أمور بسيطة. وكشفت الجريمة وأخذ هذا الشاب إلى السجن وأعيد القرد إلى حديقة الحيوانات. فهذا بيجاوبنا على أسئلة متنوعة على أنه بصمات الأصابع عند الجنين تظهر في بطن الأم، والله بيضع بصماته في أيدي الناس وحيدة، لكل إنسان له بصمة، وأيضا هناك بصمة في العيون، وصوت الإنسان كل واحد بيختلف عن الآخر، كلها بتدل على أن الله لديه بصمة في كل إنسان، وأيضا هو بيحب كل إنسان. آمين. وهذا يمكن علميا يعني بشكك كثير بنظرية داروين، لأنه المفروض كلنا يكون عندنا بصمة واحدة، وإلا إذا كل بصمة مختلفة قديش بدنا كل إنسان بده ملايين السنين لحتى تتغير البصمة تبعه عن بصمة الإنسان الثاني. 100% صحيح. قبل ما نبدأ بالناحية الروحية، لأنه أنا في شغلة كمان بصمة روحية، بحب منك يا أخ مفدي مثل ما تعودنا لطلبات الصلاة للإقطاعيات وللمرضى، وبعدين بندخل بالموضوع الروحي. شكرا. أنا في الأول حي بشعر أنه ده امتياز أن أنا أكون مع حضراتكم في البرنامج، هذا البرنامج الجميل. ربي باركك. ويعني أنتوا الحقيقة أفدتوني أنا شخصيا، أنا أول ما استفدت بالمعلومات القيمة اللي حضرتك طرحتها وطرحتها الأخت لما. ربنا يبارك مجهوداتكم والمجهود العظيم اللي بتعملوه في هذا البرنامج المبارك. لكن أنا قدامي زي ما حضراتكم شاركتوا معايا أسماء مختلفة باحتياجات مختلفة. وحضرتك بتتكلم عن البصمة وأنه كل إنسان متميز. يعني جي في ذهني أنه كل واحد من الأحباء اللي احنا هنصلي له، وكل واحد من المستمعين اللي قاعد بيسمعنا دلوقتي هو مميز. له بصمة مميزة. لكن الله بيحبك وبيحبك بشكل خاص. جدا. تعالوا نتحد مع بعض في هذه الطلبات للصلاة. وإحنا بنثق إن إلهنا الحي يسمع الصلاة. آمين. يا رب بنشكرك لأنك بتحبنا بشكل شخصي. يا رب بنشكرك لأنك أيضا بتهتم بنا وترعانا بشكل شخصي. شكرك لأجل أختنا عطيات اللي لسه لم تنل نعمة الخلاص الأبدي في المسيح يسوع، واللي بيضعها هذا البرنامج أمامك في الصلاة كل مرة. نبي نصلي أنك تفتح عيناي قلبها. آمين. افتح عين قلبها عشان تعرف يسوع. وعشان ترى يسوع في حلاوته وترى جماله وتقبل إليك المخلص. آمين. الشخصي. صلي لأجل بنات الأخت لوزية أنك توصل إليهم أيضا يا رب، وتفتقد نفوسهم. آمين. لكن من جهة الاحتياجات المرضى كثيرين يرون البرنامج الآن ولهم وهم على فراش المرض، أو لهم ظروف مرض طاحنة، نصلي أن تصل إليهم كلهم، فأنت تعرفهم بالاسم. لكن بشكل خاص بنضع أخونا باسل، أختنا أنجيلا، وأخونا وأختنا ساندرا في المرض السرطان اللي بيعانوا منه. بنصلي أن تمد يدك يا رب الشفاء، لكن أعمق من الشفاء الجسدي أن تصل إلى أرواحهم. آمين. وتفتقد نفوسهم وتباركهم، فيظهر يسوع في حياتهم حتى في وقت الألم. آمين. رب ننتهز هذه الفرصة ونصلي لأجل إخواتنا في العراق، إخواتنا في سوريا اللي بيعانوا من دمار الإرهابيين ودمار مجموعة داعش. نصلي يا رب أنك تذكر العائلات المشردة، ونصلي أن تسدد أعوازهم بشكل معجزي.
ونصلي أنهم يجدوا حتى في خروجهم من بيوتهم الأرضية يجدوا يسوع. أمين. ويجدوا أيضا ليس فقط في يسوع المخلص لكن في يسوع النجاة الأبدية والبيت الأبدي. اعمل كده عشان خاطر اسمك يا رب، وأرح نفوس كثيرة معذبة لا سيما في اضطهادات الحرب التي تجري في هذين البلدين. بركة لهذا البرنامج في اسم المسيح. آمين. 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 نشكر الرب. نشكر الرب يسوع. نشكر الرب. معنا مكالمة الأخ ماجد من سيدني. تفضل أخ ماجد. أهلا وسهلا فيك. أهلا أخ ماجد، سامعينك، تفضل. اهلا بيك. انا برحب بيكم وبالاخ مازن وبالاخ الحبيب نبي موسى. شكرا. الرب يبارككم. انا كنت عايز ادخل على ارد على الاستاذ ايمن اللي اتصل من اسبوعين لان الاسبوع اللي فات ما اتعملش برنامج. صح. ف بالنسبه هو كان بيقول ان المسيح ما بيحبش الاغنياء. صحيح. فالمسيح رد عليه في مرقس 10 عدد 21 فنظر إليه يسوع وأحبه. صحيح. للشعب الغني. الرب يسوع بيحب كل الناس وما بيجدش عنده فرق بين الغني والفقير. آمين. ممكن نذكر الله محبة موجودة في يوحنا الأولى 4 عدد 8 و16. آمين. وفي نفس الوقت إن الغني يتمسك بالأموال ويمنع الخير عن الفقراء والمحتاجين. يعني الفقراء ممكن بعض الفقراء يبقوا ماديا معهمش فلوس ويكونوا أغنياء في أنفسهم. آمين. صح. فيعطي عوازهم. نعم. ويلاقي لهم بركات خاصة عند ربنا يعني. صح. آمين. في ثلاث آيات أذكرها: لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، مشتركين في احتياجات القديسين. آمين. عاكفين على إضافة الغرباء. نعم. في موضوع تاني، هل الأيام بالنسبة لأسبوع التكوين، تكوين البشرية، هتكلم على حكاية الجلد، موضوع الجلد بين مياه ومياه، هل يوجد تفسير علمي لهذا الأمر؟ ياريت الأخ مازن يوضح لنا الحكاية دي. آمين. يعني هل أيام حرفية مثل أيامنا الآن ولا؟ نعم. على اعتراف طبعا بقدرة ربنا على فعل أي شيء في زمن قياسي يعني. نعم. صح. نعرف موضوع الجلد بين مياه ومياه ويوجد له تفسير علمي في هذا الامر ولا لا؟ نعم. شكرا والرب يبارك. الرب يباركك واهلا وسهلا فيك. الرب يباركك اخي ماجد والرب يزيدك من كل نعمه. اخ مازن، ممكن نترك التفسير لاخر البرنامج؟ نعم. نعم. لانه بدنا ندخل بالموضوع الروحي للبصمه. صح. لو سمحت. اخ مفدي، حكى الاخ مازن انه بالجنين بالشهر الخامس بتشكل البصمه. بس بالكتاب المقدس بتجي آية بتقول الرب يسوع وقت كان عم يتكلم لنيقوديموس بيقول له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق. يعني في عنا ولادة غير الولادة الجسدية، في عنا ولادة من فوق، لأنه بيقول له المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح. فطبعا الولادة من فوق هي في معناتها بصمة روحية لله بالإنسان. نعم. هي الحصول على الرب يسوع بالقلب. ممكن تتوسع لنا بهالموضوع لو سمحت؟ شور، أكيد. الحقيقة إحنا بنفتح موضوع في غاية الأهمية طبعا، لأنه عشان الله يضع بصمته علي أو يبقى عندي بصمة متميزة كإنسان مخلوق على صورة الله، ده جانب. لكن هناك جانب أخطر وأهم، ألا وهو أنه برجوعي إلى الله بالتوبة والإيمان بما عمله المسيح على الصليب. آمين. الله بيضع في حاجة الرسول يوحنا بيسميها زرع الله. الله بيحط في طبيعته. أنا بالولادة من آبائي وبالوراثة من آدم اللي سقط في الخطية وعصى، أنا أصبحت للأسف ملوث بالخطية، بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. صحيح. بيقول النبي داود. صح. وما قدرش
نقول إنه ممكن تكون علاقة حقيقية مع الله بدون ما يكون في أساس لهذه العلاقة. يعني أبوانا الأولين عصوا، وبالتالي دخلت الخطية إلى العالم ودخلت الخطية إلى كيانهم. صح. لكن هنا النقطة، لما يجي وأسأل واحد وأقول له إزاي يعني ربنا هيقبلك إزاي وما مصيرك في الأبدية، وبعدين يجاوب ببساطة ويقول إنه مجرد إن أنا أتوب وأرجع لربنا ربنا هيقبلني، هقول له طب ماذا لو أنت كسرت الإشارة، إشارة المرور، أو تعديت السرعة في الهاي ويز بتاعة أستراليا؟ هل لو وقفك البوليس تقول له خلاص أنا توبت ودي آخر مرة، هيقول لك ده كويس، مشاعر طيبة، صح، لكن هتدفع التيكت طبعا، وهيبقى عندك بوينتس كمان في الملف بتاعتك طبعا. إذن هنا ما ينفعش ان انا اقول مجرد التوبة، لكن لابد انه في اساس على علي الله يقبلني واصير في علاقة معه، لانه الحقيقة بسبب الخطية انا اصبحت في عداوة مع الله. صح. لكن لابد انه تتم حاجة بيسميها الرسول بولس المصالحة. امين. فبيقول لنا انه ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. امين. لكن بعدها مباشرة بيقول ان الله اعطانا خدمة المصالح. الله في المسيح كان مصالحا العالم لنفسه. لكن بعدها الرسول بولس في كورنثوس الثانية 5 يقول لنا انه الله وضع اساس المصالحة لما مات يسوع ودفع الاجرة. امين. الحقيقة البعض فاهم أن أجرة الخطية هي أعمال صالحة. الكتاب المقدس بيقول عكس كده تماما. الكتاب المقدس بيقول أن أجرة الخطية هي موت. يا إما أنا أموت أبديا منفصلا عن الله كعقاب للخطية، أو أجد بديل يموت بدلا عني. مات يسوع. مات يسوع بدلي لكي لا أموت أنا أبديا في العذاب الأبدي. مات يسوع لكي لا تموت أنت. مات يسوع ليضع أساس المصالح. ولما برجع له واثقا فيه إنه دفع الأجرة واحتمي في يسوع، بتكون النتيجة إنه أبدأ مع علاقة جديدة، معها توبة حقيقية يتغير فيها اتجاه العمر والقلب والحياة. لكن بمجرد ما أنا برجع له بناء على موته على الصليب، المسيح بيضع فيا طبيعته، ودي نقدر نسميها بصمة الله على الحياة الجديدة التي تبدأ في المسيح يسوع. آمين. معنا مكالمة تانية. دكتور عماد من مصر، تفضل. سلام الرب معاكم. ومعك أيضا. أهلا وسهلا. وسلام لكل المشاهدين في الستيت، وكمان المشاهدين اليقظين الصحيانين بدري في مصر. أمين. ربي يباركك. الحقيقة يعني بصمة الله في حياتنا بصمة جميلة، لأنه بالفعل هو قال لذته أو في بني آدم. نعم. بالفعل احنا لذة ربنا، علشان كده بالفعل نزل عشاننا واتصلب ودخل المعصرة الكفارية علشاننا. نعم. الحقيقة احنا لازم نعرف انه بالفعل احنا محتاجين كلنا الآن وليس بعد قليل. نعم. الآن نفتح قلوبنا للرب. آمين. نفتح قلوبنا للرب. السهران واقف طول الليل يقرأ على باب قلوبنا. آمين. آمين. افتحي لي حمامتي يا جميلتي يا جميلتي، لأن شعري قد ابتل من الليل. آمين. وشعري وقصصي من ندى الليل. آمين. الله واقف على باب قلوبنا ينتظر أن نفتح له. آمين. من فضلكم جميعا قدروا أنه رب المجد نفسه واقف على باب قلوبنا. آمين. وأنسى أن احنا يفتح لي لا وأنسى أن احنا نفتح لي. آمين. بالفعل وما نعملش زي عروس المشيد لما قعدت تقول قد غسلت رجلي وقد خلعت ثوبي علشان ما نجعش بعدين تئن عليه أحشائنا. نروح الآن، هي الفرصة الآن أن نفتح للرب. آمين. نفتح للرب بالفعل علشان خاطر نلبسه. نعم. نلبسه في حياتنا، نسلك بالرب وفي الرب. آمين. لكي ما نسلك جدة الحياة. آمين. لكي ما نسلك الحياة الجديدة. آمين. لكي ما نشعر أن نحن بالفعل نسلك في المسيح وبالمسيح.
ثم بعد أن نفتح للرب ونلبس المسيح ونسلك بالمسيح نسلك بالإنجيل. نعم. نكون صورة الله لكي يروا أعمالنا الصالحة ويمجدوا أبينا الذي في السماوات. آمين. لكي ما نأخذ بركة. آمين. لكي ما نأخذ بركة السلوك في 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 فعلا في لبسه. نعم. ثم بعد ذلك نستطيع أن نقول أن نحن ننعم بمعية المسيح، تقول أدخلته لحجرة من هي ولدتني. نتمسك به. نسلك فيه ونرتبط به رباط كامل. أمين. كلنا يا أحبائي بنبقى بعيد عن المسيح علشان مش مجربين حلاوة العشرة معاه. صحيح. كله حلاوة وكله مشتهيات. أمين. الحياة مع المسيح حياة متجددة. صح. حياة رائعة. أمين. حياة تنتقل من مستوى إلى مستوى. صح. من مجد إلى مجد. أمين. كله حلاوة وكله مشتهيات. أمين. عايزين نجرب بالفعل إن إحنا نسلك. نعم. صدقوني يا جماعة، صدقوني إحنا محتاجين نجربه. هنلاقيه جديد. نعم. جدا. وبالفعل ندخله إلى حجرة أمنا لكي ما لا للكنيسة، لكي ما لا بالفعل يعني نشعر أن إحنا دائما معه. على فكرة كل اللي جربوا وكل الأباء والصلاح اللي جربوا العشرة معاه تركوا العالم من أجله، ده معناه قد إيه هو جميل وهو رائع. الآن نفتح قلوبنا. آمين. ندخل في جدة الحياة. آمين. في شركة الحياة مع المسيح. آمين. رائع جميل. آمين. الرب يباركك يا دكتور عماد. حياتنا في هذا العالم. الرب يباركك. ربنا معاك. الرب يباركك وشكرا كثير على مداخلتك الرائعة، والرب يعطيك كل نعمة وبركة ويستخدمك لمجد اسمه. الرب معك. أخ مفدي، مثل ما ذكر كمان هلا الدكتور عماد، الرب بس يدخل إلى قلب الإنسان ويولده من جديد، هل يا ترى يغير شخصيته؟ يعني يلغي الشخصية والرب يصبح، لأنه بنسمع كثير من الحوالينا كثير ناس بيكونوا بيعرفونا مثلا، بعدين وقت يعرفوا أنه نحن آمنا بيراقبونا، بيصير إذا تصرفنا نفس التصرف اللي كنا نتصرفه قبل بيقولوا أنتوا كيف بتقولوا مؤمنين ولسه تعملوا هيك؟ يعني كأن عقل الإنسان بيقول أنه فلان آمن لازم شخصيته كلها تلتغى ويصير إنسان تاني. فممكن توضح لنا؟ شور. الحقيقة أنا مخلوق على صورته. آمين. وهو حط بصماته علي. نعم. والصفات الوراثية دي أنا لا ليس لي كنترول عليها، أنا مش أنا اللي عملت نفسي، هو صح. اللي عملني. صح. وبالتالي بعض الصفات الشخصية اللي موجودة عندي دي من صنع إيدي وتحترم. فمثلا في شخص بطبعه خجول. صحيح. يمكن مع الوقت ومع الاحتكاك في العالم ومع الاحتكاك مع العمل وظروفه يبتدي يطلع شوية من خجله. شخص آخر بطبيعته مندفع. لكن مع الوقت بيحتاج أنه يتدرب على أنه يتأنى في كلامه. صحيح، زي بطرس. بالضبط. شخص آخر بطبيعته أنه يحكم على الناس بسرعة. عايز أقول في حاجات عندنا بعض الطباع اللي رغم أن الله مش بيغير شخصيتي تماما لكن يحترمها، لكن في بعض الطباع تحتاج إلى التطويع والتدريب عشان خاطر أقدر أن أنا أقرب من شخص المسيح وعكسه. لكن عايز أفرق هنا بين حاجة تانية وهي المسيح بيسميها أنه الوزنات، أن ربنا أعطاني وزنات. صح. الوزنات دي زي مثلا شخص موسيقي. أيوة. شخص أذنه موسيقية. شخص واحدة تانية صوتها جميل في الترنيم. زيك أنت عندك صوت حلو كتير. الله يباركك. شخص تاني مثلا لغويا شاطر. صحيح. الوزنات دي ربنا حطها عشان خاطر يستثمرها ويستخدمها لمجده. آمين. فالشاطر برضو يضرمها. نعم. ويطورها عشان خاطر تقدر يستخدمها لمجد الرب يسوع. آمين. آمين. نعم. نرجع للقسم العلمي أخ مازن. الدي إن إيه هي بصمة عظيمة. نعم. ورائعة. وفريدة يعني، وكانت يمكن هي البيج بانج تبع الاكتشافات. نعم. العلمية. نعم. في كل إنسان. نعم.
بدنا تحكي لنا عنها. طيب ربي يباركك أخت لما، وأنا أشكر الأخونا المحبوب اللي اتصل، الدكتور عماد من مصر. سوري. الرب يزيدك من كل نعمة، والرب يوجد رجال في هذا الزمان الأخير حتى يشهدوا الشهادة الحية، ونستطيع باسم ربنا يسوع المسيح ملايين الملايين من الناس اللي بتسمع هذا البرنامج وكلمة الحياة في الإنجيل بيقدروا ياخذوا محبة المسيح وبيتعرفوا عليه وبياخذوه كمخلص شخصي في حياتهم، وخصوصا نحن في الأيام الأخيرة. موضوع الدي ان اي أحبائنا المشاهدين موضوع رائع، وهو يعتبر بصمة الله في كل الخليقة، سواء كان الناس أم الحيوانات أم النباتات. وإذا نشوف بعض الصور الآن لأجل تقريبها لأجل أفكاركم، لأنه نحن نعرف أن في أعداد عظيمة من الشعب العربي لم يتح لهم معرفة هذه الأمور العلمية العظيمة، لكن نصلي باسم ربنا يسوع المسيح أنه ينطي حكمة حتى نقدر مع بعض نفهم هالبصمة الإلهية عن إله المحبة اللي عمل كل شيء بإحسان لأجل كل الخليقة. إذا نشوف أحبائنا الصورة الأولى الآن أمامنا، هي عبارة عن لوحة مرسومة، وهذه لوحة أي إنسان في الأرض إذا طلع لإلها بيقول فيه رسام عملها. لا يمكن أنه توجد لوحات تعرض أمام الناس إلا ويكون فيه إلها رسامين معروفين عملوها وصرفوا وقت لأجلها. كذلك إذا انتقلنا إلى الصورة اللي بعدها وشفنا على سبيل المثال مجموعة من العمارات والأبنية اللي منتشرة في كل أنحاء العالم، مجرد ما بتطلع عليها بالعين حتى لو كان أنت ما عندك أي معرفة علمية وتمتعت بها الصورة الجميلة بتقول مين المهندس المعماري أو العمارة اللي عملها. قد تكون بناية عظيمة. إذا انتقلنا إلى صورة إلى باريس، ممكن نشوف برج إيفل، وأيضا نشوف العمارات اللي موجودة متنوعة، وكلها يا أحبائنا مصنوعة من نفس المواد. يعني في حديد يصنع من عنده ألواح، في مثلا قطع سمنت من الخشب، في سمنت، في على سبيل المثال بلاستيك، في زجاج. هي نفس العوامل نفس المواد، لكن نعطيها لناس متنوعين رح يقدروا يصنعوا من هذه المواد أبنية وعمارات وأشكال جميلة وكلها مختلفة عن بعضها البعض. هذه الصورة على سبيل المثال من القمر الصناعي أخذت لنيويورك، بنشوف من بعيد في سيارات وأبنية وكلها مصنوعة من نفس المواد، لكن الناس بيقدروا يحولوها مثل ما بتشوفوا إلى أمور كثيرة ومختلفة ومتنوعة، ونستخدمها استخدامات أيضا مختلفة. بنفس الطريقة أحبائنا المشاهدين، إذا انتقلنا إلى الكائنات اللي موجودة على الأرض، بنشوف فيلة لها أجسام وأجزاء في الجسم، رجلين وأيضا عيون مختلفة. وبروح إلى الصورة اللي بعدها بنشوف أيضا أنواع مختلفة من الحيوانات ومن النباتات والكائنات النباتية اللي بنشوفها أنه مختلفة عن بعضها البعض، لكن نعرف بأن يد الله هي اللي بتغيرها، وهي اللي بتوضح على أن في وراءها خالق عظيم لديه بصمة في هذه الكائنات. بمعنى آخر، لا يمكن أن هذه الحيوانات والكائنات المختلفة تكونت من ذاتها، تطورت بالصدفة، تطورت مع مرور الوقت مثل ما بيعلموا بالمدارس والجامعات الآن في كل أنحاء العالم، على أن هذه الكائنات طورت نفسها بنفسها بسبب ظروف الطبيعة، لأنه ما بيحبوا أنه في خالق عظيم مسيطر على هذه الأمور. ممكن نشوف الصور اللي بعدها أيضا، حتى كل الفواكه
وحتى كل الخضروات الإنسان اللي بيأكلها عندما أخذناها وضعناها تحت التصميم العظيم باختراعات الجديدة بعد المجهر الإلكتروني اللي وضع، وأيضا اكتشاف بصمة الله اللي نحن بنسميها الدي ان اي اللي يختم الله في هذه الكائنات، بنشوف ان كل واحدة منها لها بصمة مختلفة عن اخرى. واللي الحقيقة ان الجمال اللي بتشوفوه يا احبائنا المشاهدين حتى في التصميم بتبين على ان هناك اله عظيم مسيطر وواضعها بكل جمال. لم تكن هذه فوضى، لكنها كانت مرتبة، الزهور مرتبة بنظام، الفواكه مرتبة بنظام، لديها قانون. إلهنا إله ترتيب وجمال، وبيحب الجمال والطبيعة وبيحب الناس، وعنده بصمة رائعة في داخل كل شيء. راح ننتقل الآن، هؤلاء هم أحبائنا عالمين، هم اللي اكتشفوا سنة 1953 عالم جيمس واتسون وفرانسيس غريك، هم اللي اكتشفوا الشفرة الوراثية العظيمة سنة 1953، وأخذوا جائزة نوبل بسبب هذا الاكتشاف العظيم، وعرفوا أنه تركيبة الحياة والمعلومات هي مسجلة ليس عن طريق الصدفة، لكن هناك خالق عظيم وراء هذه الخليقة. وبنشوف بالصورة اللي بعدها، هذا أحبائنا هي تركيبة الدي ان اي، وهي الشفرة الإلهية اللي موجودة في كل كائن. وطبعا هذه يعني ممكن نقول إنها عبارة عن نسيج، يعني ممكن يكون في حد أحد عمل هالنسيج ووضعه في داخل كل الكائنات الحية، وفيها تصميم. فعندما تكون موجودة هذه التصاميم في جسم الإنسان، بتقدر توجه الجنين خطوة فخطوة لأجل تكوين العيون والآذان، تعطي هوية. وتعطي بالضبط صفة الكائن الحي لكل شيء. هذه النسيج ذكر في الكتاب المقدس على فم داود، وذكر هذه الكلمات الرائعة عن موضوع هذا النسيج، وقال في مزمور 139: لأنك أنت اقتنيت كليتاي، نسجتني في بطن أمي. لأول مرة في كتاب على ممر التاريخ من قديم إلى هذا اليوم يذكر أن هناك نسيج ينسج في الإنسان في بطن الأم. وهذه العبارة نسجتني، يتكلم داود مع الله، يذكر فيها كيف أن الله نسج داود في بطن الأم. ولهذا يقول داود بعد أن عرف هذه الأمور بالروح القدس: أحمدك من أجل إني قد امتزت عجبا، عجيبة هي أعمالك ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض. رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت، إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي. طبعا ممكن نشوف أحبائنا، سوري سوري ممكن أقطع. تفضلي. نعم لسه معنا المكالمة من مصر، أبو فادي، الأخ أبو فادي من مصر، تفضل. ربنا يبارككم ويباركك، أهلا لأجل وسهلا فيك. الحلقة ولأجل ضيوفك رائع جدا، أنا اتشددت قوي رغم الوقت متأخر عندنا في مصر، لكن صحيح ربي قد إيه يباركك. الحلقة رائعة جدا، حلقة رائعة وبتشد الواحد، وبصمة الله المختلفة. لكن سؤالي أنا دلوقتي، لو في مشاهد بيتفرج علينا ومستمتع بالكلام اللي انتوا بتقولوه والدراسة اللي انتوا بتقولوها، لكن أتى الشيطان إن يشوه بصمة الله
فيه، ودلوقتي هو بيتفرج عليكم بيشرب مخدرات، صح، بيشرب ويسكي، صح، بيشرب سجاير، صح، في حالة زنا، نعم، في حالة فشل، يه، وتشويه بالكامل على حياته. نفسه ان كلامكم هو حاسس ان كلام ليه هو النهاردة ورسالة ليه هو. آمين. نفسه يخرج من الأزمة دي، ازاي يخرج منها؟ ده كان سؤالي. اسمحوا لي اصلي لاجل قناه الحريه ولاجل دعمها الان على الهواء، لاجل كل مشاهد بعد اذنكم في في لحظات بسيطه. يا رب انا بشكرك لانك اله عظيم يا رب. انت قلت كده لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاه والدعاء مع الشكر. اصلي لاجل يا رب قناه الحريه، واصلي لاجل كل قناه بتمجد اسمك يا رب يسوع. آمين. يا رب انت عارف احتياج القناه يا رب. نعم. وعارف يا رب قد ايه الناس محتاجه ان انت تدعمها يا رب. نعم. انت لا تعرف تروح الفشل. نعم. لكن روح القوة. امين. اذكر كل مشاهد شفنا الان يا رب تعبان او مخنوق او متضايق، لكن انت اللي بتوصل له يا رب، انت بتقول له لا تخف، لا تخف لانك انت معانا. لكل المجد يا رب. أمين. بشكرك لان عبدك ده بتقول كده، بارك يا نفس الرب. أمين. ولا تنسي كل حسن. بنبارك اسمك يا رب يسوع لاجل كل شيء. انا مش عاوز اطول عشان المشاهدين يستمتعوا بكم، لكن نفسي اشكركم لاجل الحلقه في اسمي. ربي يباركك. شكرا. وشكرا كثير لك. والرب يزيدك من كل نعمه وبركه اخي المحبوب. وهذه الرساله تصل الى قلوب ملايين. نحن متفقين معك ان في ملايين وخصوصا من الجيل الجديد اللي ضاعت عنهم معرفه المسيح، لكن نصلي باسم الرب يسوع انه يلمس كل قلب ويعودوا ويتعرفوا على اله المحبه. امين. سؤالك رائع جدا، كيف يطلعوا؟ ونحن رح نجاوب على هالسؤال. الأخ مفدي رح يجاوب عليه يعني بنقطة جاية، لأنه الحق معك 100%. الاحتياج كتير كتير كبير، ونحن رح نجاوب، وإن شاء الله يكون جوابنا يعني كافي ويعطي نعمة للسامعين. فرح نجاوب على سؤالك بعد شوي. الرب يباركك. أخ مازن، عندك لسه شيء عن الدي ان اي بسرعة؟ طيب قبل ما نرجع للموضوع الروحي. طيب بس حبيت ممكن نشوف أن واحد من العالمين اللي أخذوا جائزة نوبل على هذا الاكتشاف العظيم ذكر أمام مجموعة كبيرة من العلماء أنه لا يمكن أن هذا الشيء يكون انخلق من نفسه، لابد أن في هناك خالق عظيم. لهذا نحن دائما نذكر لأحبائنا اللي بيسمعوا، خصوصا الجيل الجديد اللي درسوا، أنه في إله محبة واقف وراء كل الأمور. فطبعا أنا حتى حبيت أذكر أنه العالم في هذه الأيام الأخيرة أحبائنا المشاهدين في خدعة عظيمة بتحاول تجرهم، من خدعة شيطانية حتى بتقولهم لا بتعرفوا، لا تقروا كتاب المقدس إنه قديم، وحتى ما بيتعرفوا على شخص إلهنا المحبوب. فرح أعطي مثال لواحد من العلماء اللي ممكن نشوف الصورة اللي بعد. هو اسمه أنتوني فلو، وطبعا هذا عالم. هذا الصورة الآن أحبائنا بتشوفوها إلى العالم اللي اكتشف شفرة الـ DNA الآن بعد العمر الطويل. وكل جامعة بيروح فيها سواء كان في بريطانيا أو أمريكا، وبيرجع بيقولهم أنه في إله عظيم وراء هذا الأمر. لكن ممكن نشوف الصورة اللي بعدها. هذا هو عالم مشهور أحبائنا في بريطانيا، وهو يعتبر أنتوني فلو، هو يعتبر الحربة للعلماء الملحدين في بريطانيا. ومن سنة 1950 ونحن الآن ب 2014، سنين طويلة لمدة 50 سنة، هو كان عالم مستلم العلماء الملحدين، وألف 30 كتاب في موضوع الإلحاد. وهذا العالم طبعا معروف ومسنود في جامعات كثيرة في العالم، وحتى كل العلماء الملحدين يتبعوه بسبب الدراسات اللي هو كان بيقدمها. وبنشوف بالصورة اللي بعدها انه عمل مناظرات كثيرة في بريطانيا، وواحد من اللي كان معه هو سي اس لويس، عالم معروف. هو كان ملحد لكن صار عالم مؤمن. كانوا بيعملوا باستمرار في التلفزيون البريطاني مناظرات مستمرة لأجل جر الناس إما للحاد أو إثبات الرأي. لكن الشيء اللي هو حبيت أذكره
الصورة اللي بعدها ممكن نشوف أنه العالم اللي حكينا عنه هو أنتوني فلو سنة 2004، يعني بعد 54 سنة من الإلحاد ونشر الكتب الملحدة، والحقيقة الجامعات كثيرة في العالم تتبعها. هذا الرجل حضر في اجتماع في جامعة نيويورك وكان قاعدين مئات من العلماء، ووقف وقال لهم بعد الدراسة اللي شفت كيف إن شفرة الدي ان اي مع الار ان اي كيف تعمل داخل الإنسان، عرفت إنه يقينا ولا يمكن إنه إلا يكون في إله عظيم، آمين. واقف وراها. آمين. فهو وقف وكان في ذهول في جامعة نيويورك، وفي عندنا طبعا مسجلة اللقطات اللي حكاها، وكلهم تعجبوا كيف إن هذا العالم اللي هو كبير العلماء الملحدين يعلن إيمانه. فهو وقف وقال لهم يعني أنا متأسف عن هالسنين الطويلة اللي ضيعتها في الإلحاد، وأنا أريد أقول إنه لابد إنه يكون إله محبة. وأنا أحب أقول وأحط صوتي مع أخونا المحبوب أبو فراس اللي أبو فادي من مصر، إنه الرب واحدة من صفاته إنه طويل الأنات وإله محبة طويل طويل. انتظر 55 سنة على العالم أنتوني حتى رجع وطلب إنه يتعرف على محبة المسيح. فليش إنه نضيع حياتنا في أمور اللي هي بتكون فيما بعد خطأ؟ نصلي باسم ربنا يسوع المسيح أن الجميع يرجعون إلى معرفة الرب يسوع. آمين. نطلع فاصل أعزائنا المشاهدين مع ترنيمة، وبنرجع نكمل حوارنا الروحي عن بصمة الله في الإنسان. رب يعصب يسحق يشفي، يمسح دمعي بحب الصافي، يرتاح قلبي ويهرب حزني لما ياخدني في حضن الدافي. يدي سلام رغم الأزمات، يعلى الشكر فوق الأمنات، والقلب يفيد ترنيمات. ربي ده إله التعويضات، يسندني ويداوي ألامي بلمسة لطف وحنية، ينعشني ويحيلي أمالي بهمسة عطف وتعزية. يدي سلام رغم الأزمات، يعلى الشكر فوق الأمنات، والقلب يفيد بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات. تعمل للخير ده يخلينا ما نتذمر شي، وأمنت ما فيها اشتغيل، ربي ده حكيم ما بيغلطش. يدي سلام
رغم الأزمات يعلى الشكر فوق الأنات والقلب يفيق بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات. من غيره يقدر يداوينا، أصله مجرب من قبلينا، يرحمنا ويمسك بإيدينا، يرسل ضعفنا ويقوينا، يدي سلام رغم الأزمات، يعلى الشكر فوق الأنات، والقلب يفيق بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات. صلاحه رح نشهد على طول، وهنهتف له بأعلى الأناشيد، وظروفنا اليوم عكست هنقول دي أمانته في كل المواعيد. يدي سلام رغم الأزمات، يعلى الشكر فوق الأنات، والقلب بالترنيمات. ربي ده إله التعويضات. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية في بصمات الله في الخليقة. أخ مفدي بتحب تجاوب على سؤال الأخ أبو فادي، أنه يلي واقعين حاليا هم بالمخدرات وبالزنا وبالشر، وشو الطريقة لإنقاذهم؟ شكرا. أفتكر أنه لو في غريق في البحر والمنقذ نزل عشان ينقذه ويقدم له مساعدة، ده بالضبط الصورة اللي أنا عايز أساعد بيها أحبائي المشاهدين. ولو في شخص واقع في المخدرات أو مثيلاتها، المسيح اتقال عنه وقت ولادته يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص، ينقذ، ينقذ شعبه من خطاياهم، بحر الخطية. مسيح واقف على الشط مستعد ينزل لإنقاذك، ينزل لإنقاذ كل شخص بيغرق في المخدرات أو في الدراجز أو في أي شر من أي نوع. بس في شرط للإنقاذ. لما يبقى في كابتن واقف منقذ عايز ينزل لإنقاذ غريب، غالبا بيتأنى لغاية لما هذا الشخص تنفذ قواه. صح. مش بيستنى لما بيموت، لكن بيستنى لما تنفذ قواه. لأنه لو نزله بدري ممكن الشخص اللي في محاولات النجاة وبيحاول أنه ينقذ نفسه ممكن يعاكس ويعطل المنقذ ويغرقه معه. وبشريا الشخص البشري ده، الشخص الإنسان ده اللي راح ينزله ممكن يغرقه معه. صح. أو مرات يضربه ضربة معينة في مركز من مراكز الحس عشان خاطر يفقدوا وعيه وبالتالي يسحبوا بسهولة. النقطة هنا أنه دايما نهاية الإنسان هي بداية الله. آمين. يعني لما بتوصل حضرتك، لو أنت مستعبد وحضرتك بتسمعنا دلوقتي، لما توصل لنهاية محاولاتك يتدخل المسيح لإنقاذك. لكن طول ما أنت لسه بتحاول بطريقتك، أو اسمح لي أقول لك، لو ما زال هناك شعور بالكبرياء والاستغناء عن الله، لا تتوقع أن تنجو، لا تتوقع الحرية. المسيح يحرر
فقط المسبيين ويعتق الأسرى. اسمع كده كلمات الكتاب المقدس عن يسوع رب المجد: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر المساكين. فأنت بتسمع البشارة الجود نيوز. أرسلني لأعصب منكسر القلب، وبعدين لينادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. يعني تخصص، أنا عايز أقول لحضرتك وحضرتك إذا أنت بتسمعي دلوقتي، أن تخصص المسيح هو فك الأسر، قطع السلاسل والربط. ده تخصصه، تخصصه إقامة الموتى روحيا. ما توصل لنهايتك وتوصل توصل للعجز، يسوع موجود لإنقاذك. وبعدين بيقول لنا هنا في إشعياء 61 استكمالا لهذه الآيات الجميلة، بيقول كده أنه أعطي جمالا عوضا عن الرماد. مهما كان الرماد اللي انت قاعد فيه، يسوع يحول هذا إلى جمال، دهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. المسيح مستعد للإنقاذ حالة في لحظة الصراخ إليه. عشان كده أشجعك أنك تطلب الرب. مكتوب كده: اطلبوا الرب فتحيوا. بس ده المتوقف على أنك أنت تصرخ له وتطلبه بإخلاص، وتقول له: أنا عاجز، انتهت محاولاتي، أنا فشلت، أنا منتظر إنقاذك لأنك على الصليب دفعت الأجرة. آمين. ومثل ما قلت بترنيمتك الحلوة، هو إله التعويضات، بيعوض كل شيء ويرد كل شيء كما آمين. كان وأفضل. آمين. آمين. نرجع للموضوع. حضرتك ذكرت أنه وقت الرب يسوع يدخل بالإنسان ويصير عنا البصمة الإلهية. نعم. الرب في عنا طباع بحاجة، ما بيلغي شخصيتنا. نعم. بس يدرب طباعنا. نعم. ويهذبها. نعم. هذا بيدخلنا بموضوع الكتاب المقدس ذكره وقت قال لتلاميذه: اذهبوا بشروا عمدوا تلميذه. نعم. فبدي أعرف بالتفصيل شوي تدريب الطباع وتهذيب النفس بالإنسان كيف ممكن يصير. أشكرك. الحقيقة يعني أنا بالنعمة بأخلص. آمين. برجع للمسيح بيقبلني بنعمته. آمين. كما أنا. لكن دي فقط البداية. صح. لكن هنا لسه بعد كده في مراحل للتغيير والتدريب، بيسميها الرسول بولس: لكي نكون مشابهين صورة ابنه. أنا فاكر مرة قريت في جريدة الأهرام القاهرية، رأيت خبر حضر لذهني في الوقت وحياتك بتسألي عن، شفت حاطين صورتين جنب بعض وبيقولوا أيهما الأصل وأيهما الصورة. لما دققت في الصورة لقيت أنهم قريبين الشبه من بعض بشكل يعني متميز. وبعدين اكتشفت أنه ده شاب في تقريبا في الثلاثينات، رجل في عمر الثلاثينات. لما كان طفل صغير كان بيروح يقعد جنب تمثال ستالين اللي هو الرجل مؤسس الشيوعية، فكان مبهر بشخصية مؤسس الشيوعية، فكان يروح يقعد عند التمثال كل صباح وهو من عمر 7 سنين لمدة 10-15، وكان يحوش من مصروفه عشان يقرأ عن الشخصية دي اللي هو كان وقتها شايفها بطل، شايفه أنه بطل بالنسبة له. بيقولوا أنه مع وصل لعمر الثلاثينات صار زيه، صار قريب جدا، قريب الشبه جدا بيه. أعتقد أنه عشان نكون قريبين مع المسيح احنا محتاجين نكون متاحين لي. آمين. متاحين لي عشان يشكلنا. آمين. وده بياخد وقت. يعني مرات أبص على زوج وزوجة ونبص على صورتهم أو نبص عليهم هم قاعدين معانا، ومثلا والله الست دي، الزوجة دي قريبة الشبه قوي بزوجها، كأنها أخته. وهم من عائلات مختلفة. صحيح. تماما، ويمكن من دول مختلفة. فالنقطة هنا الحقيقة أن أنا محتاج أكون متاح. في واحد قال كده أن الله لا يطلب مقدرتي لكنه ينتظر إتاحتي. آمين. وبالتالي هنا الرسول بولس بيقول لتيموثاوس تلميذه: روض نفسك للتقوى. آمين. وكلمة روض هنا بقول باختصار شديد، كلمة روض معناها درب. صح. درب، وكلمة كأنها بيقولوا أنها كلمة جاية من الجيمانيزيوم. yeah. زي ما كأن الواحد بيروح للجيم. بيروح للجيم بيمارس الرياضة، لكن مع الوقت بيبني عضلات. واحدة من التدريبات الروحية اللي أنا بعملها عشان أكون متاح
ليسوع لكي يغيرني. واحدة منها أن أنا بقعد معاه كل يوم في الصبح. أمين. وقابله في كلمته في كتابه. وأنا ببص في مراية كلمته بشوف طباع مش كويسة اللي عندي المحتاجة تتغير، لكن بشوف جماله وأروح ناحية جماله وأقول له أنا عايز من ده، أنا عايز من جمالك، اطبع جمالك عليا. آمين. يا رب يسوع، وبكده تظهر صفات يسوع في حياتي. آمين. أخ مازن، حكينا على الدي إن إيه وشفنا الخبر الحلو كتير كيف العالم صار مؤمن. فمعناتها فعلا هي بصمات إلهية بالإنسان. وتميز كل واحد عن التاني من أشكالنا وطولنا وعرضنا وكل الأمور. بس السؤال، مع تطور العلم وهلا صاروا عم يعملوا كل شيء، هل ممكن يعني خارج الجسد بناء شفرة دي إن إيه؟ نعم طبعا، شكرا على هذا السؤال، ونشكر رب يسوع المسيح اللي يعطينا كل شيء بغنى الحقيقة في الحكمة ومعرفة وكل شيء. وموضوع الدي إن إيه أحبائنا المشاهدين، موضوع الحقيقة يعني شيء من أروع التصاميم اللي نستطيع القول عنها أنها وضعت وصممت بإصبع الله شخصيا. وممكن نشوف على سبيل المثال الترتيب كيف تعمل هذه الشفرة الإلهية في كل الكائنات، وكيف تسيطر على كل الأمور، حتى أن الإنسان اللي هو يعتبر من الكائنات أرقى الكائنات اللي خلقها الله على صورته وشبهه، هذه التصاميم موضوعة ومسيطر عليها بيد خالق حكيم. وأيضا هي عبارة عن صورة أخرى عندما الإنسان يقبل محبة المسيح وخلاصه، يبدأ الرب يسوع المسيح في العمل في الأمور الروحية. ولهذا الموضوع يقول قارنوا الأمور اللي هي الروحية بالروحية والجسدية بالجسدية. عندما نفهم الأمور الجسدية يعطينا الفرصة أيضا عن أن نعرف الله وأعماق الله. بنقدر نشوف أحبائنا الآن في الصورة الأولى عن موضوع الدي إن إيه، هذه عبارة عن سلسلة من نسيج الدي إن إيه موضوعة في كل خلية من خلايا أجسادنا. 3 بليون من هذه المعلومات منسوجة بنسيج حائك عظيم هو الله. بنشوف الصورة اللي بعدها إن هذا النسيج أحبائنا الدي إن إيه يتحول إلى رسائل تسمى بالRNA، ومنها يتم إرسال بروتينات، والبروتينات تحدد شعر الإنسان مثل ما بنشوفها على جهة اليمين، والبروتينات تحدد شكل أذن الإنسان وحجمها وشكلها الخارجي والتعرجات الموجودة فيها. أيضا البروتينات تنتقل لجسم الإنسان فتكون العضلات وتكون الأنسجة. فإذا من الأصل الله يبعث ويكتب هذه الرسائل لكل إنسان. فنحن بنعرف أنه من كلمة الله أن حتى الرب يسوع المسيح قال شعرة واحدة من رؤوسكم لا تسقط إلا بإذن الله. بيعرف بالضبط أن هناك خالق عظيم مسيطر على هذه الأمور. ننتقل إلى الصورة اللي بعدها. على سبيل المثال هذا الجين اللي هو مصنوع من الدي إن إيه، التركيبة اللي فيه بتحدد لون العين. ممكن تكون العيون زرقاء أو خضراء فاتحة، وممكن تكون وسط اللي هي البراون، وممكن تكون غامقة اللي هي باللون الأسود. طبعا بنشوف بالصورة اللي بعدها أن كل الأمور اللي بنشوفها في وجه الإنسان، على سبيل المثال النمش اللي بيظهر في وجه الإنسان، هناك جينات تتحكم في هذا الشكل. وأيضا إذا انتقلنا بالصورة اللي بعدها، هناك جين موجود في داخل الإنسان بيعطي ما يسمى بحبة الحسن اللي بنشوفها في خد الشاب والطفل اللي تحت. هذه الصفات موروثة تأتي من الآباء والأجداد، وأيضا تتغير. طبعا هذه تتغير لأن الله واقف وراءها،
وأيضا تتغير بسبب ظروف الحياة اللي بنمر فيها. ممكن نشوف الصورة اللي بعدها أن هذا واحد من العلماء اللي مشهورين، وهو يدرس في الجامعة ويعلم الجيل الجديد، واحد من العلماء المؤمنين الآن، يقول لا يمكن ولو حاولنا أن ننسج هذا الدي ان اي لملايين الملايين الملايين من السنين بنستطيع أنه نعمله. الدي ان اي لابد أنه يكون خالق عظيم واقف وراءه، ونحن هو بيجاوب حتى علماء آخرين ننحني ونسجد أمام هذا الإله العظيم. آمين. اللي بيعمل كل الأمور بترتيب عجيب. بنشوف بالصورة اللي بعدها أنه استند على دراسة قام فيها عالم حاصل على شهادة البي اتش دي، وهو من كامبريدج من جامعة مشهورة، وعمل هذا الدراسة أنه هل يا ترى ممكن أنه نصنع شيء مثل هالأمينو أسيد اللي هو البروتينات والأحماض الأمينية اللي بتعمل الناس. فطلع بنتيجة أنه بالصورة اللي بعدها أنه لو احتاجينا لمدة يمكن ما نقدر نعد العدد، لأنه واحد بجنبه 74 صفر، يعني بمعنى ثاني أنه الكون من بداية الكون من نظرية البيج بانج اللي بيقولوها لليوم، نحتاج مئات المرات من هالزمن حتى نقدر ممكن نصنع واحد من الدي ان اي. فهذا بيدلنا أحبائنا قديش الله عظيم في خليقته ودقيق في كل شيء، بينما الإنسان على الرغم من كل التطور العلمي اللي صار بآلاف السنين إلى هذا اليوم، نحن لا نستطيع أن نفهم شيء قليل من هذا السر العظيم اللي الله وضعه في كل إنسان. بستطيع أن أقول هذه الآية في مزمور 102: من قدم أسست الأرض والسماوات هي عمل يديك، هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب تبلى، كرداء تغيرهن فيتغير. آمين آمين آمين. مثل ما حكيت يا أخ مازن، ما حدا بيقدر يشكل الـ DNA غير الله. نعم. ونفس الشيء البصمة الإلهية، الإنسان لا يمكن أنه يتغير من نفسه، بحاجة نعم. إلى قوة الروح القدس فيه لحتى تغيره. وهذا بيرجعني يا أخ مفدي أنه أنت قلت نكون متاحين لله. نعم. بس في شيء بيلفت النظر أنه نعم. كلنا نحن كمؤمنين بنقرأ نعم. بكلمة الرب وبنحضر نعم. اجتماعات وبنسمع وعظات. نعم. بس منشوف شخص بيتغير أكثر من شخص. فأنا بدي أعرف شو هي المواصفات المتطلبة إن تكون بالتلميذ حتى ينجح، خلينا نقول يتغير ما تمام. يبقى مثل ما هو. تمام تمام، أشكرك. هو الحقيقة يعني كلمة الطاعة والاستعداد للتشكيل وقابلية التعلم ده مفتاح، لأنه في واحد بيبقى قابل للتعلم وفي واحد بيبقى متعالي على أنه يخضع عنيد. ويتعلم وعنيد. ودي الفكرة اللي شبهها أو اللي ربنا علم إرميا النبي عنها، قال له أنت وشعبك في إيدي زي الطين. ففي طين بيبقى الانسجام بتاعه ومكوناته بتبقى سهلة في إيدين الفخاري عشان يشكلها. ومراته بيشتغل يلاقي فيه حصوة أو يلاقي فيه حجر صغير فبيشيله بره. لكن هو حاطط هذه قطعة الطين على الدولاب عشان يشكلها، مرات بيضغط، لكن صح. مرات الطينة مش بتساعده، صح. لأن الطينة بتبقى قاسية، ممكن يضيف عليها يتعامل معها بشكل أو بآخر. فهنا السؤال أو هنا الإجابة سؤال حضرتك بالتحديد: هل أنا قابل للتعلم؟ هل أنا عندي استعداد للاتضاع وللانحناء عشان أكون سهل في يدي الله لتشكيلي؟ وعايز أقول هنا أنه مش غلط أنه يكون عندي حد كبير
في الكنيسة، خادم أو معلم أو قس، شخص يكون حياته نموذج ويكون عنده خبرة روحية، وأضع نفسي تحت إشرافه، خلينا أقول الروحي والكتابي، عشان أتعلم منه. فالمسيح في وقت من الأوقات أخذ 12 شخص وركز عليهم. يعني يسوع خدم آلاف، لكن تركيز خدمته كان في هذه الدائرة، ولكن كان عنده كمان دائرة أصغر لثلاثة، صح، وكان عنده دائرة أصغر خالص للتلميذ الذي كان يسوع يحبه، يوحنا. إذن هنا باختصار أنا عايز أقول الشخص الذي لا يتتلمذ حتى لو كان مؤمن حقيقي مولود من الله عرضة أن يشب ويكبر كمؤمن جسدي. والمؤمن الجسدي بولس الرسول بيقول لتيموثاوس عنه أشر من غير المؤمن، لأن فينا طبيعة شرسة. فإذا ما كنتش هذه الطبيعة تطوع ويكون عندي استعداد للتلمذة والخضوع عشان خاطر الله يدربني ويغير فيا إلى شكل المسيح، بيكون في صعوبة، لأن أنا أنمو روحيا بشكل صحي. صحيح، مزبوط. نرجع لك يا أخ مازن، سؤال صغير، شو هي تركيبة الدي إن إي؟ وتعطينا أمثلة بسرعة. نعم، طبعا ممكن أحبائنا المشاهدين بيقولوا على سبيل المثال اللغة العربية اللي بنكتب فيها مثلا 28 حرف أو 26 حرف، اللغة في لغات فيها 22 حرف، ومن الحروف طبعا بنقدر نكمل نكتب الكلمات، والكلمات بنقدر نعمل منها الجمل. فالحروف ممكن يكون عددها 26، لكن هناك 400,000 مثلا كلمة معروفة في اللغة مثلا البريطانية في القاموس البريطاني، منها مكون ملايين الملايين من الجمل، ولأنه بسبب أنه استخدام الكلمات مع بعض. فالدي ان اي أحبائنا ببساطة مكون من 4 أجزاء، 4 حروف. بنقدر أخونا المخرج المحبوب بيشوفنا الصورة اللي وصلنا لها، وبعدها في 4 من الأجزاء اللي هي بعد هذه الصورة بنشوف بعض التركيبة. طبعا هذه أمثلة رح نحكي عنها بعد شوي، بس ممكن نقول إنه الدي إن إي هو عبارة عن 4 أجزاء، ما تسمى أي وحدة أي وسي وجي وتي. فطبعا الـ4 أجزاء مع بعض بيكونوا تصاميم وشفرات الوراثية للكائنات الحية، لكل الكائنات الحية، يعني الإنسان مع كل الحيوانات مع كل النباتات اللي موجودة على وجه الأرض مكونة من هذه الـ4 حروف. والله بيعملها بنسيج نسيج نسيج، وبينسجها وبيوزعها فيما بعد من جيل إلى جيل إلى جيل. ونحن بتكوين بنسمع أنه خلق النباتات أو الحيوانات كأجناسه، فهو كان بيعملها كنسيج، وفيما بعد بيعمل كل هل ما يسمى الفرايتي، الأنواع المتنوعة منها، ويعمل فيه شغلات محيرة للغاية، مثل الصورة اللي شفناها قبل شوية عن سمكة في القطب الشمالي والجنوبي. على الرغم من البرودة العظيمة والقارصة في المياه، إلا أنه يبعث في دم هذه السمكة مادة تمنع التجمد، فتستطيع هذه السمكة أنه تعيش وتأكل وتكون فيما بعد ما يسمى بالدورة. هذه سمكة موجودة أحبائنا. طبعا العلماء الملحدين للأسف دائما الشيطان بيستخدم الأفكار بعيدا عن الناس، وبيعلموهن أن هذه السمكة طورت نفسها خلال ملايين السنين وقدرت تنتج هذه المادة اللي بتروح بالدم وتمنع عنها التجمد. ونحن يمكن بالدول بنشوف هذه الصورة عن القطب الشمالي، إنه منطقة بالغة البرودة، لكن الله سمح بجين أو شفرة وراثية حتى تقدر تصنع هالمادة في دمها السمكة وبتقدر تعيش في هذاك المكان. طبعا هذه الصور عن جزيرة هاواي فيها مناطق سوداء مثل ما بتشوفوا ومناطق بيضاء، ولقوا موجودة في نوعين من الفأرة، في فأرة لونها أسود ولونها الثانية أبيض. السودة بتعيش بالمناطق اللي هي غامقة
والبيضة بتعيش في الرمال. والعلماء الملحدين بيعلموا أنه الفأرة طورت نفسها حتى تقدر تهرب من الصورة اللي بعدها من البومة أو من الصقور، فطبعا ما بتقدر تشوفها. لكن نحن نرجع مرة أخرى وبنقول أنه إصبع الله هو اللي قادر أنه يغير الفأرة للون أسود، وقادر أنه يسيطر على شفرة أخرى وبيعمل فأرة بيضة. وبنقدر نشوف هذه التصاميم اللي اكتشفت عن سلاسل الدي ان اي في داخل الفأرتين البيضاء والغامقة، وعرفوا وين. لكن هذه السمكة الصغيرة المحيرة للغاية جميلة، موجودة في كندا وفي ولاية بريتش كولومبيا. الحقيقة عندما يحاول أي كائن يهجم عليها أو يأكلها، مباشرة تخرج بتشوفوا في ظهر السمكة شوكتين مثل السيوف، سيفين، ومن تحت أيضا سيف من البطن. فعندما يأتي حيوان وبيأكلها مباشرة بتشك السيوف في فم الحيوان وما بيقدر يمضغها وبتخرج مباشرة. بنشوف الصورة اللي بعدها أنه في سمكة ابتلعت هذه السمكة الصغيرة اللي فيها السيوف، وبنشوف باللقطة اللي بعدها أنه في داخل السمكة الكبيرة موجودة السمكة الصغيرة اللي حكينا عنها في داخل فم السمكة. وكلما تحاول السمكة الكبيرة تبلعها، السيوف بتروح في فم السمكة وما بتقدر. وبعدين بنشوف الصورة اللي بعدها أنه تفتح تمها وتطرد السمكة الصغيرة أم السيوف لبرا. طبعا هذا الشيء الحقيقة بعد دراسته بيبين كيف أن الله عمل هذه الشفرة العظيمة في هذه الأسماك، وهو لليوم حافظ، إن كان حافظ الأسماك والكائنات بكلمة قدرته، ألا يستطيع أيضا أنه يحفظ الإنسان اللي أحبه إلى المنتهى؟ الرب يسوع المسيح قال لا أدعوكم بعد عبيد بل أنتم أحباء على قلبي، يعني رفعنا من مستوى عبيد وجعلنا أحباء على قلبه. ومثل ما حكانا أخونا المحبوب الأخ مفدي أنه أعطانا إن قبلناه في قلوبنا الطبيعة الإلهية، ووعدنا بشيء عظيم. وقال حتى في حوار أنه كان بيتكلم مع ناس غير قادرين أنه يفهموا الأمور الروحية في السماء، وقال إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ يعني الأمور اللي نحن الآن بنشوفها أحبائنا قد ما كانت علميا متطورة، لكنها شيء قليل أمام عالم سماوي آخر روحي وأرقى. وهذا بعد شوي ممكن نحكي عن مشروع ما يسمى الجينوم العظيم اللي إذا بقى وقت. مثل ما قلت، يعني هو الله بيقول بالكتاب هيئ لكل خليقة مأكلة. نعم. وطبعا بقي في فيران بيض. صح. ليش بقيوا؟ كانوا لازم كلهم يصيروا سود بناء على نظرية التطور. نعم. منرجع لك يا أخ مفدي، وحكينا على التلمذة وكيف لازم يكون خاضعين وعندنا رغبة بالتعلم. نعم. وحتى ناخذ من الرب يسوع ونتغير إلى صوته. نعم. وهون بتبلش حياة الشهادة المسيحية. ومثل ما ذكر الأخ أبو فادي، في كتير ناس بحاجة الحقيقة لأنه يشوفوا حواليهم أناس تظهر فيهم رائحة المسيح. فممكن توسع لنا الموضوع لأنه هذا مهم كتير خصوصي بهالأيام. sure. كتر التعليم وكتر المحطات، بس الحياة المسيحية العملية اللي نظهرها بصمتنا، بصمة المسيح فينا أمام الناس. الحقيقة والأخ مازن بيتكلم عن السمكة اللي عندها شوك ديت، مع الفارق اللي أنا عارف هو إحنا فاهمين بيستخدم المثال ده لإيه، لكن أنا بتخيل إن في ناس في وسط الكنيسة عندهم شوك. صح. والشوك ده منفر، فبدل ما بنجذب الناس بننفرهم، والحقيقة مفيش حاجة في الوسط. صح. يا إما جاذبين يا إما منفرين. الحاجة الوحيدة اللي بتجذب الناس مش مواهب الروح القدس. لا.
لكن ثمر الروح. آمين. يعني لأنه ثمر الروح الحقيقة ده ما ينفعش يبقى، ما ينفعش يتمثل، ما ينفعش يقلد. صحيح. ما حدش يقدر يقلد التعفف، ما حدش يقدر يقلد المحبة الغافرة. والحقيقة في محك لينا في بيوتنا قبل الخارج، قبل ما نجذب الناس من برا. السؤال أنا في بيتي، هل أنا جاذب أم منفر لأولادي ولمن في عائلتي؟ يعني أفتكر حاجة يعني ساخرة شوية، أنه في خادم واقف بيخدم على المنبر، وبعدين الزوجة جت في الآخر هي وابنها أو طفليها، وجابتهم بقطع من الأثاث من البيت، فجت وقفت في مؤخرة المكان اللي بيوعظ فيه هذا الخادم، ففوجئ بوجودها، فبيقول لها الله أنت جاية ليه؟ وقف طبعا العظة والناس كلها واقفة مندهشة. فقالت له الحقيقة أنا شايفاك هنا في الكنيسة حلو قوي، في البيت عكس الكنيسة، ومش عارفين نعيش معاك في الكنيسة في البيت، فقلنا نيجي في المكان اللي انت فيه حلو، المكان اللي انت فيه مؤدب ومهذب وعندك رقة. لكن ده شيء صارخ الحقيقة، صعب قوي. لكن من ناحية تانية خليني أقول حاجة إيجابية. إزاي أننا ممكن نترك بصمات يسوع على حياة البصمات اللي وضعها على حياتنا، أيضا نترك مماثل لها، بصمات مماثلة لها حينما نحتك بالآخرين، وبالتالي نترك رائحة المسيح. يعني أذكر في جامعة من الجامعات في 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 مصر، أتى الشخص يتحدى شاب مؤمن في الجامعة ويقول له كتابكم محرف، والدليل أنه رب المسيحية بيقول من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، وأنا هثبت لك أنه كتابك محرف. فجي بعدها بيومين وهذا الشخص اللي تحدى الشاب المؤمن جاء لطم هذا الشاب في وسط مجموعة من أصدقائه، متوقع الرد. لكن الشاب المؤمن المسيحي اللي تحلى بصفات سيده انحنى ورفع طلبة صلاة وقال يا رب اديني نعمة الاحتمال والمسامحة. آمين. يوم ثلاث، يوم اثنين ثلاثة أربعة مرجعش بأي نوع من الأخذ بالثأر على الإطلاق. بعدها بنعم نهاية الأسبوع جه هذا الشخص اللي كان بيتهمه بأنك بيتهم هذا الشخص بأنه كتابه محرف، كتابه مقدس محرف، قال له أنا جاي يعني مندهش ومصدوم، لأنه كنت متوقع أن يكون عندك رد فعل. على أثرها هذا الشخص اللي لمست نعمة ربنا حياته، ولمست نعمة ربنا غفران هذا الشخص، غفران أخوه ده الزميله في الجامعة، على أثرها بدأ يسأل good questions، بدأ يسأل أسئلة محترمة عن الإيمان المسيحي، ورجع للمسيح وتعمد. آمين. إحنا عندنا فرصة عظيمة إننا نترك تأثير سيدنا على الناس. آمين. وبالتالي نقدر نجذبهم ويكون هناك بركة لينا وليهم. نعم. آمين. 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 ومثل ما شفنا كمان بالحوادث اللي صارت بمصر، ما حصل أي رد من المصريين المسيحيين، وحتى بسوريا طلبت الحكومة لفترة من المسيحيين يتسلحوا ليدافعوا عن نفسهم، رفضوا تماما. وطبعا يعني نحن سلاحنا الرب، سلاحنا المحبة والتسامح والمسامحة، وليس مقابلة الشر بالشر. نعم. أخ مازن معنا وقت قصير، إذا بتحب تدخل شوي بنظرية الجينوم العظيم، أو إذا بتحب تجاوب وتترك نظرية الجينوم لحلقة تانية عن السؤال اللي سأله أخ ماجد. أيوة. عن موضوع الجلد وفصل الماء عن الماء. نعم. حلو. طيب إذا نجاوب على الأخ ماجد. وأخونا المحبوب الأخ المخرج، الصور الزرقاء ممكن يعني بتساعد في تسهيل أنه نفسر هذا الموضوع. طبعا أحب أرجع وأقول لكل إخوتنا أحبائنا المشاهدين، ورسالتنا للجيل الجديد اللي درسوا بالجامعات، اللي بيحبوا العلم، الصور اللي راح نشوفها أحبائنا بتدلنا على أن الكتاب المقدس هو أرفع وثيقة وكتبت بإصبع الله، ولا يمكن على الإطلاق أنه نقدر نشوف أي كتاب، ولا حتى لو كل البشر اجتمعوا حتى يأتوا بشيء مقارب إلى هذا الكتاب. في الحقيقة أنا أشكرك أخي ماجد على السؤال. الأيام الخليقة الأولى الستة هي أيام حرفية
وطبعا الله بيذكر فيها بكل وضوح: وكان ليل وكان نهار وكان يوما واحدا، ويذكر الأيام بالتسلسل والترتيب العجيب. طبعا الأيام الستة لهذه الخليقة أحبائنا ممكن نشوف صورة الأولى، كلمة وكان ليل وكان نهار يوم واحد في اللغة العبرية القديمة كلمة إيرف اللي هي بتعني disorder، أو يعني ما في ترتيب كان، وكان شيء مظلم. لكن الله في اليوم الأول كان ينتقل بالخليقة لأجل الترتيب، ففي اليوم الأول عمل الضوء، وبعدين باليوم الثاني بنشوف أنه فصل مياه عن مياه، وهكذا إلى اليوم السادس عندما عمل الإنسان واكتملت الخليقة، وصرنا في اليوم السابع اللي هو استراح في الله. طبعا إذا انتقلنا إلى الصورة اللي بعدها بنستطيع أنه نشوف على أنه النظرية اللي راح نشوفها الآن بسرعة عن أحدث الصورة اللي بعدها، أحدث جهاز وضع في العالم وصرف عليه مئات المليارات من الدولارات، وهذا الجهاز مصنوع تحت الأرض في سويسرا وتحت جبال الألب، وكل علماء الفيزياء في الفضاء والكون اشتركوا في تصميمه لأجل معرفته والتحقق فيما بعد على أن هل صحيح أن كلمة الكتاب المقدس مطابقة إلى الأمور اللي موجودة في الأرض. هذا التنل أو النفق العظيم مصنوع أحبائنا مثل ما بتشوفوا تحت الأرض، وموجود في دائرتين ممكن نشوفها بالصورة اللي بعدها، مصمم في منطقة بسويسرا، وطبعا كل جامعات العالم مع الأمم المتحدة اشتركوا في وضعه. طبعا نشوف بالصورة اللي بعدها أنه حفر نفق عظيم تحت الأرض، وتم عمل مصادمات للإلكترونات وأجزاء الذرة، وعرفنا فيما بعد أن الذرة مكونة لليوم من 200 جزء أصغر منها، والعالم أينشتاين كتب عنها أيضا بتفصيل، وتدرس الآن في كل جامعات العالم. ممكن نشوف الصورة اللي بعدها، نقدر نعرف أن هذا الجهاز الحقيقة عظيم ومهول، وأخذ سنوات طويلة للعمل، ولكنه أثبت بكل تأكيد على أن الأيام الستة اللي موجودة في الكتاب المقدس هي صحيحة، ورح نشوف فيما بعد أمور عجيبة اكتشفت فيما بعد. طبعا هذه أحبائنا هي مكونات الذرة الدقيقة الخاضعة ما يسمى إلى القوة العظيمة والقوة البسيطة. نشوف بالصورة اللي بعدها أنه عندما ذكر موضوع فصل مياه عن مياه، وذكر الرب موضوع الجلد، الماء أحبائنا المشاهدين يدرس على أنه غاز وسائل وصلب كالثلج، لكن العلماء في الفيزياء الكونية يعرفوا أن هناك مادة هي البلازما الكونية موجودة في السماء، ورح نشوف بالصورة اللي بعدها تتابع أنه جزيئة الماء تحت الصفر بتكون ثلج، بعدين من صفر لمية بتكون سائل تتحول إلى بخار، لكن بعد 730 درجة مئوية من الحرارة تتحول إلى البلازما الكونية في السماء، وهذا بالضبط ما ذكره الكتاب المقدس عندما قال: وفصل الله بين مياه ومياه. ممكن نشوف الصورة اللي بعدها، هذه هي مادة البلازما الكونية، ونشوف الأكسجين مع الهيدروجين كيف بيكونها، وهي جزيئة ماء موجودة في السماء. أيضا ممكن ننتقل إلى الصورة اللي بعدها عن تركيبة الماء كثلج وكبخار وكماء وكثلج. الحقيقة هذا هو الغاز، وكلها أحبائنا بتشير على أن كلمة الكتاب المقدس صحيحة، ونصلي باسم الرب يسوع المسيح أن الجميع يرجعوا ويتعرفوا عليها. خلص وقت البرنامج أعزائنا، ونشكركم على المتابعة. بصمة الله موجودة حواليكم في كل شيء،
في كل شيء، بس الإنسان لازم يتجرد شوي من الأفكار يلي ربي عليها ويلي زرعت بعقله ويطلع حواليه وبيقدر يشوف الله في خليقته. نتمنى تتابعونا بالحلقة الجاية والرب يكون معكم، وإلى اللقاء.